مدينة تصدرت السياحة في أواخر 2023 مع الرغم من وجود بعض الصعوبات من أبرد الأماكن في الشتاء، مع ذلك لها صيتها الكبير من جمالية سياحة شتوية عندهم. مدينة فعلا مختلفة سياحية من كل المعايير، جميلة بطبيعتها، جميلة بأحيائها، جميلة بناسها، وجميلة حتى بأنشطتها. كل شيء تبيه هناك موجود وأكثر مما تتخيل، ومع هذا كله رخيصة مقارنة بكثير مدن وعواصم أوروبية. ومثل ما يقولون في التيك توك، أخيرا لقينا المدينة اللي بتقفل ملف لندن وباريس، العاصمة الروسية موسكو. في هذا الفيديو إن شاء الله بنتكلم عن دليل شامل وكامل للسياحة في موسكو وأهم الأماكن اللي تحتاج تزورها، بالإضافة أكيد المعلومات العامة اللي بتهمك خلال رحلتك. معكم محمد البنيف وبسم الله نبدأ. موسكو فعليا مدينة كبيرة ومستحيل تغطيها، وما هي بس السنتر المعروف حقها. ولو نقدر نقسمها فأفضل طريقة إننا نشوفها دوائر داخل بعض، الدائرة الأصغر والأولى وفيها سنتر موسكو وأشهر ما فيها الساحل الحمراء، وبعدها الدائرة الثانية الوسطى تقريبا، والدائرة الثالثة الأكبر، وفي دائرة رابعة برضو أكبر منها بس منا مركزين عليها. وبعدها إن شاء الله بنتكلم عن السياحة العسكرية وأنشطة الطيران وأنشطة الشتاء والثلوج وغيرها من الأنشطة الثانية، وهذه من أجمل وأغرب الأشياء اللي ممكن تشوفها في حياتك، ويمكن تروح لموسكو بس عشان هذه الأنشطة. وبعدها إن شاء الله بنتكلم عن ما خارج موسكو وضواحيها. بس نقاط مهمة قبل ما نبدأ أماكن، لأن روسيا خصوصا في الوقت الحالي لها تفاصيل مختلفة عن باقي الدول. بنتكلم إن شاء الله عن المعلومات العامة وإيش البدائل للأساسيات مثل حجوزات الفنادق، حجوزات الأنشطة وغيره الكثير من الأمور، لأنك ما تقدر تشتري بطاقة كل فيزا أو الماستر كارد ولا تقدر تحجز من بوكينج مثل ما الكثير عارف. فالفيديو إن شاء الله بيكون قسم لو حابب تشوف المعلومات العامة على طول. وبالنسبة للعملة واللي هي الروبل الروسي، والريال السعودي الواحد يساوي تقريبا 25 روبل، يعني إذا تبي تسهل الموضوع أي شيء تشوف سعره هناك اقسم على 25 تقريبا توضح لك الأمور. والدولار الأمريكي الواحد يساوي 90 روبل، ومثل العادة بنحط الأسعار بالروبل وبالإضافة إلى الريال السعودي والدولار الأمريكي عشان تتضح تكلفة الأنشطة والفعاليات وغيرها من الأمور. والأسعار بتكون كلها مأخوذة من المواقع الرسمية أو بناء على التجربة، وللأسف الأسعار ممكن تتغير حسب الموسم مثل موسم الشتاء وغيره من الأوقات الثانية، فبعض الأنشطة والفعاليات خصوصا ممكن يرتفع سعرها أو يقل على حسب الموسم، وإن شاء الله دائما تكون أسعارها مناسبة. وطبعا دائما نتكلم عن مدينة روسية فنطق الأسامي أكيد بيكون صعب، وعشان يسهل عليك البحث بنحاول نكتب الأسامي باللغة الإنجليزية عشان تقدر تبحث عنها بكل سهولة تحصلها على طول. واذا انطقنا شيء غلط بالروسي فعد والله شو نسوي، وتغاضى على الموضوع لانه واضح بتجيب العيد. موسكو يا جماعه فعلا مدينه جميله وفيها الكثير والكثير من الاماكن، فبنحاول نختصر الكلام في الاماكن اللي بنتكلم عنها عشان ما يطول الفيديو، ونبدا بالدائره الاولى والاصغر وهي المكان اللي يفضل انك تسكن فيه او حواليه حتى. ونبدا بالساحه الاشهر في موسكو، الريد سكوير او الساحه الحمراء، وهي اهم ساحه في موسكو واشهرهم فعليا، وساحه فعلا جميله بكل التفاصيل اللي فيها، وتتحوطها الكثير من المعالم الجميله والفن المعماري الروسي المختلف عن كثير مما شافت عينك في أوروبا. ويحيط بالساحة نفسها واحد من أهم مراكز التسوق قم GUM المزين بالإنارات على كامل المبنى من الخارج، وفي المساء يعطي للساحة الحمراء جمالية تزيد وتكمل جمالها. ومن الجهة الثانية تحدها كاتدرائية سانت بيتر واللي تعرف بأنها رمز من رموز موسكو وحتى روسيا بشكل كامل بسبب الفن الإعماري اللي موجود فيها، وألوان مستحيل تلاقي لها مثيل في أي مدينة ثانية. وهذه الكاتدرائية تعود إلى القرن 16 واللي تحولت إلى متحف تقدر تزوره وتدخله. ويحد الساحة الحمراء برضو المتحف التاريخي في موسكو المعروف بواجهته الحمراء وقببه البيضاء، ويعود تأسيسه إلى عام 1881، يعرض مجموعات غنية تشمل الأثار القديمة والأعمال الفنية الروسية، ويبرز لك تطور الدولة الروسية بالإضافة إلى كثير من اللوحات الفنية، زائدا وثائق تاريخية تعرض لك التاريخ الروسي من العصور القديمة إلى روسيا اليوم. وبرضو يحد الساحة الحمراء الكريملين أو The Moscow Kremlin، واحد فعلا من أجمل الأشياء في موسكو، وهو مركز تاريخي وسياسي في قلب موسكو، ويضم بعض القصور وكاتدرائية بالإضافة إلى حديقة، وهو يعتبر المقر الرئيسي للرئيس الروسي، وتميز فعلا بتصميمه المعماري الفريد واللي يجمع لك ما بين الأنماط الإيطالية مع الروسية، فمعطيك ميكس فعلا عجيب وجميل. وداخل الكريملين في برج أجراس إيفان الكبير واللي صاير باللون الأبيض الجميل والقبة الذهبية، ويعتبر جزء ومعلم رئيسي داخل الكريملين، وتقدر تدخل برج إيفان وترقى للقمة، ويوفرون لك دليل صوتي يشرح لك التاريخ وطبعا باللغة الإنجليزية. والجولة داخل البرج تستغرق تقريبا 45 دقيقة، وتتضمن الصعود لارتفاع تقريبا 25 متر، وفيها 137 عتبة أو درجة، فاتح يوميا ما عدا يوم الخميس، وطريقة دخولهم بالجولات، يعني مثلا الجولة الأولى الساعة 10:15، الجولة الثانية الساعة 11:30، الجولة الثالثة 1:45، بعدين الساعة 3، بعدين الساعة 4، وممنوع الدخول للي أقل من 14 سنة. وجنب أبراج إيفان عندك حديقة
الكسندر، وهي من أشهر الحدائق اللي موجودة في موسكو بحكم قربها من الساحل الحمراء. وهذه الحديقة موجودة من القرن التسعتاش، واللي تمتاز بجمالها وتاريخها اللي له علاقة بالكرملين. تشتهر بالكثير من التماثيل التاريخية والنوافير والزهور وغيره من الأشياء. وما ننسى النصب التذكاري للجندي المجهول اللي موجود داخل الحديقة، اللي أعطاها أهمية زيادة بحكم أن هذا النصب عبارة عن تذكار للتضحيات اللي صارت في الحرب العالمية الثانية. وبعد حديقة الكسندر نروح إلى واحد من أهم شوارع التسوق اللي هو نيكولسكيا، شارع تاريخي ومعلم سياحي مشهور يربط لك ما بين الساحة الحمراء وساحة اسمها بلو بيانكا، ومشهور بمحلات التسوق والكثير من المطاعم، وأشتهر كمكان أو شارع سياحي خصوصا بعد ما أضافوا الإضاءات الجميلة على كامل الشارع، وهو فعلا من أجمل الشوارع اللي موجودة في موسكو. وما زلنا حوالين الساحة الحمراء، والحين ننتقل إلى حديقة زريادي، وهي فعلا حديقة جميلة وماخذة شهرتها بحكم قربها من الساحة الحمراء بالإضافة إلى أطلالتها على نهر موسكوفا. وميزتها أن داخل الحديقة نفسها الكثير من الأشياء مثل الفلوتينج بريدج أو الجسر العائم، وهو جسر ممتد من داخل الحديقة إلى النهر بطريقة فعلا حلوة وجميلة، وخصوصا أوقات الشتاء إذا شفت النهر متجمد، يعني أترك لك الخيال يا حبيبنا. وبرضو داخل الحديقة موجود ميديا سنتر، وهو كأنه متحف فني لكن بداخله في محاكاة فعلا جميلة، سيميليتر أو محاكاة كأنك تطير بدرون أو كأنك في زبلاين على معظم معالم موسكو، وتمر ما بين قمم المباني التاريخية بطريقة حلوة خصوصا مع تداخل الثلج اللي موجود في المحاكاة نفسها. وبعدها ننتقل إلى مسرح البولشوي، وهو واحد من أشهر مسارح الأوبرا والباليه في موسكو إما كان في روسيا بشكل كامل، ويعتبر رمز للثقافة والفن الروسي. مبني هذا المسرح من عام 1776، ويتميز المبنى بالواجهة الجميلة والقاعة الكبيرة المزخرفة بالطريقة الفخمة الجميلة. والمسرح فيه الكثير من العروض، من عروض الباليه والأوبرا وبعض العروض اللي لها علاقة بالفن الروسي، واللي بتعطيك تجربة مختلفة وخصوصا أنها ثقافية على عالم في الغالب ما نعرف عنهم إلا القليل. والمسرح فعلا ضخم، فتقدر يعني أنك تحضر واحد من العروض أو أنك تدخله كمتحف أو زيارة وهو فاضي يعني. وإذا نويت أنك تحضر لأحد العروض في بالك أنهم شديدين من موضوع الدريس كود ولازم تضبط نفسك في اللبس والكلام هذا كامل. الحين نعتبر تقريبا غطينا الأماكن اللي حول الريد سكوير أو الساحة الحمراء، ونروح إلى أربات أو أرباط يعني بين التاء والطاء، وهي عبارة عن شارعين وكل واحد أجمل من الثاني. الأول واللي هو أربات القديم واللي معروف بالثيم الروسي القديم، وهو باختصار شارع للمشاة ومليان بالكثير من الناس اللي تغني في الشارع نفسه أو اللي تسوي بعض العروض، وبتحصل هناك الكثير من محلات سوفينير وبعض المطاعم المحلية وبعض القهاوي، فتقدر تقول إنك بتتردد على هذا الشارع كثير يا الساحة الحمراء يا أربات وعلى هالحال. اما بالنسبه للأربات الجديد فهو تقدر تقول الجانب الجديد من موسكو، من المباني الكبيره والمحلات الفخمه ومكان حلو للتسوق للبراندات والكلام هذا. وفعلا كل شارع من شارعين أرباط يعطيك تجربه مختلفه ويعكس لك ثقافه مختلفه في داخل موسكو نفسها. وبعد أرباط نروح الى متحف الحرب البارده، بنكر 42 اون تاغانكا، وهو في الاصل مخبأ عسكري تحت الارض وعلى عمق تقريبا 65 متر، بني ايام الاتحاد السوفيتي خلال الحرب البارده، كان ملجأ في حال حدوث هجوم نووي لقادة الاتحاد السوفيتي، وبعد انتهاء الحرب قالوا شو نسوي؟ حول متحف. هو متحف فعلا بيعطيك جانب مختلف من المتاحف الثانية، يوريك كيف كانت تجهيزاتهم في حالات الطوارئ، ويعطيك بعض المعلومات التاريخية على الاتحاد السوفيتي والحرب الباردة والتجهيزات العسكرية وغيره من الأمور الثانية. والمتحف نفسه فيه أربع زيارات أو أنواع: الحرب الباردة، الاتحاد السوفيتي، أشياء كانت سرية، أسرار المخبأ أو بنكر سيكريت. وسعرها يعتمد على حسب النوع اللي بتاخذه. كذا تقريبا غطينا الدائرة الأصغر أو الدائرة الأولى في موسكو، والحين بنروح للدائرة الثانية. ومن أهم المناطق في الدائرة الثانية حديقة غوركي، واحدة من أشهر وأجمل وأكبر الحدائق اللي موجودة في موسكو، صايرة جنب نهر موسكوفا وبنفس الوقت يقطعها جسر اسمه كريمسكي، وفيها بحيرة صغيرة داخل الحديقة اللي تقدر تستأجر فيها قوارب وتقدر تمشيها برجولك زي الدراجة تقريبا. تشتهر الحديقة بمساحاتها الخضراء الواسعة ومسارات المشي والأنشطة الترفيهية، وتتزين الحديقة بالكثير من الإنارات في أوقات المساء، ويكون فيها ساحة تزلج كبيرة في أوقات الشتاء. وبعد الحديقة بنروح إلى جولة بالقارب أو الكروز على نهر موسكوفا، وأشهرهم كروز راديسون من فنادق راديسون نفسها، تجربة فعلا جميلة وخصوصا في أوقات الشتاء. يكفيك أن تتخيل أن الكروز يمشي على نهر متجمد. الكروز مدة ساعتين ونص تقريبا، تكون شاملة وجبة غداء أو عشاء، ويعطيك فعلا زاوية مختلفة وتشوف فيها موسكو بشكل رهيب وجديد برضو. وأكيد دائما أفضل وقت للكروز اللي هو وقت الغروب. تنبيه مهم بس، الكروز يبدأ من مناطق مختلفة، فحاول تنتبه لهذا الموضوع إذا جيت تحجز رحلة الكروز. بعضها تبدأ من محطة غوركي وبعضها من محطات ثانية مختلفة، وحاول شوي تحجز من بدري لأن
الأوقات الزينة دائما تخلص بدري. وللمعلومية زيادة، في رحلات كروز طويلة على امتداد نهر موسكوفا تغطي لك الكثير من المدن الروسية وتعطيك جانب حلو ومختلف وسفرة جديدة، وبعضها تكون كروز من موسكو إلى سانت بيترسبيرغ، وبعضها يمتد حتى إلى 10 أيام تقريبا. كذا خلصنا من الكروز وما الكروز، وبنروح الحين إلى موسكو سيتي، وهي تقدر تقول المركز المالي ومركز الأعمال في موسكو نفسها. فيها الكثير من الأبراج وناطحات السحاب، واللي بعضها يوفر لك إطلالات من قمة الأبراج بإطلالات حلوة وجميلة وبانورامية. والمنطقة فيها الكثير من المقاهي والمطاعم ومحلات التسوق والكثير من الأشياء الثانية. يعني باختصار تقدر تقول حي مختلف عن سنتر موسكو. وبعدها ننتقل إلى حديقة الحيوان أو موسكو زو، وهي حديقة كبيرة حجما وصايرة داخل حديقة ثانية، وفيها الكثير من أنواع الحيوانات وبأعداد كبيرة. والصدق ما بيكثر عليك كلام من ناحية حديقة الحيوان، لأنك عارف وعندك فكرة وش ممكن تشوف هناك. كذا خلصنا تقريبا الدائرة الثانية، والحين بنبدأ نتكلم عن الدائرة الثالثة والأكبر، ونبدأ بحديقة اسمها سوكولينكي، وهي واحدة من أكبر الحدائق اللي موجودة في موسكو، وفيها الكثير من الأنشطة داخل الحديقة نفسها، غير مسارات المشي والبحيرات الصغيرة اللي موجودة فيها. ومثل كثير من الأماكن في موسكو تتزين بالكثير من الإنارات خصوصا في أوقات المساء، وفي ملاهي أطفال صغيرة برضو داخل الحديقة، وتقام فيها بعض الفعاليات والحفلات في الصيف، وفي الشتاء تتحول إلى ساحات تزلج. وبعد الحديقة نروح إلى مكان اسمه إزميلوفو كريملين، إن شاء الله نطقته صح، وهو عبارة عن متحف أو مجمع داخله متاحف صغيرة. فعليا مكان جميل يعكس لك الهندسة والمعمار الروسي بأشكال جميلة وتقليدية، ويتميز بتصميمه الملون، ويعتبر نسخة فعلية من روسيا القديمة. يشتهر بوجود الكثير من محلات الحرف اليدوية وبعض المتاحف الصغيرة والمحلات التاريخية وبعض الفعاليات أو ورش العمل، مثل تعليم النحت على الشموع أو الطبخ الروسي التقليدي. ومكان فعليا تستمتع وانت تتمشى وتدور فيه. وجنبه البازار أو السوق القديم، واحد من أكبر وأهم الأسواق الشعبية في موسكو. يعني إذا تبغى تشتري أي شيء له علاقة بالتاريخ الروسي، سوفينيرز روسية، أشياء تلبسها فيك، رح هناك وامورك طيبة واسعار حلوة. وبتحصل هناك الكثير من الدمى الروسية المعروفة باسم متروشكا او متروشكا، واللي تجيك دمية داخلها دمية داخلها دمية الى ما لا نهاية. وفي كثير منها ترمز للعائلة، فتجيك دمية الابو داخلها الام، داخلها الطفل الاول الطفل الثاني، بعدين يحطون كلب وانت بكرامة، بعدين يحطون قطو، يعني على حسب عائلة السائح اللي بيجيهم كل شيء عندهم جاهز. والسوق فعلا جميل ويستحق الزيارة. واذا رحت هناك لازم تكاسرهم والشغل كامل مكاسر. وبعد المكاسر يا طول العمر بنروح الى منطقة وقصر كوسكوفو، متحف وحديقة كوسكوفو، مثال للعمار الروسي القديم لقصر بني من القرن الـ18، وهو باختصار كان بيت العطلة أو بيت الصيف بالنسبة لعائلة شيريمتيوفو، إذا نطقت اسمه صح. بس العائلة هذه اسم مطار موسكو حاليا باسمهم، واللي المجمع حقهم يعتبر عن قصر وحدائق وبحيرة، هذا بيت الصيف الله يرزقنا. والمكان بشكل كامل القصور والمباني وغيره من الأمور صار مزين بطريقة فخمة ومميزة، وفيها الكثير من المجموعات الفنية والتحف التاريخية. وبعدها ننتقل إلى حديقة كولومنسكوي. كولومنسكوي هو متحف وحديقة بنفس الوقت، واللي كانت في الأصل مكان إقامة لبعض الروس الكبيرة في موسكو، وتتميز بأهميتها التاريخية والثقافية، وتشتهر بأعمارها الروسي القديم اللي ترجع بعضها إلى القرن الـ15، وأشهر معالمها كنيسة أسنشن بالعربي كنيسة السعود، واللي تعتبر فعلا تحفة معمارية ودرجت في اليونسكو للتراث العالمي من جماليتها. تقدر تدخل للحديقة والقصور بشكل كامل، تاخذ لك لفه هناك وتتعرف على جزء من التاريخ الروسي. وبعد الحدائق بنروح الى ملاهي اسمها دريم ايلاند او جزيره الاحلام، افتتحت في عام 2020 وتعتبر اكبر ملاهي داخليه في اوروبا بشكل كامل. الملاهي مساحتها تقريبا 300,000 متر مربع، والملاهي معظمها مغطى بقبه زجاجيه يستغلونها عشان تدخل انوار الشمس. والملاهي تضم 9 مناطق تشمل القصص الخياليه وغيره من الاشياء الثانيه، مثل السنافر وهيلو كيتي وسلاحف النينجا وغيره من الاشياء الثانيه. وبرضه فيها منطقه يسمونها منطقه العواصم او المدن المشهوره، وتصير بعض المناطق والممرات اللي ماخوذه من بعض المدن المشهوره مثل لندن، مثل روما ونسخه المصغر الكولوسيوم، وبرشلونة مع مباني جاودي. طريقة تصميم الملاهي نوعا ما يذكرك ببوليفارد وورد اللي موجود عندنا في الرياض. وبعدها ننتقل لحديقة ثانية برضه وقصر، واللي هي محمية ومتحف تساريتسينو، ما ادري شلون طقت اسمها، وهو بيت الصيف برضه لإمبراطورة قديمة اسمها كاترينا الثانية، واللي كانت حاكمة روسيا في القرن الـ18. والمنطقة ما اكتملت، وبعد وفاة كاترينا توقف التطوير فيها، واهملت المنطقة بشكل كامل لمدة قرنين 200 سنة الى اواخر التسعينات بدأوا بإعادة ترميم المنطقة بشكل كامل ورجعوا افتحوها في 2007. الحديقة والقصر فعلا جميلة، خصوصا مع البحيرة اللي موجودة في وسط الحديقة والنوافير. والدخول للحديقة مجاني، لكن القصور كل قصر له سعر معين. والحين ننتقل الى عروض السيرك.
عروض السيرك في موسكو تعتبر جزء لا يتجزأ من رحلتك السياحية، وتستخدم العروض لتقديم الكثير من الأشياء الفنية الروسية، واللي بعضها يتكلم عن القصص الخرافية اللي لها علاقة بالروس، بالإضافة أكيد للأشياء البهلوانية المعروفة والحيوانات وغيرها من الأمور. في أماكن كثيرة للسيرك وشركات مختلفة، لكن أضخمهم وأكبرهم اللي هو جريت موسكو، ثاني موسكو سيركس أون آيس، من اسمه واضح إنه يتعلق بالثلج بشكل أكبر، والثالث موسكفيريوم اللي فيه عروض الدلافين اللي هو أساساً أكواريوم حق موسكو. فسيرك الدلافين داخل أساساً الأكواريوم هذا، ويختلف السعر عاد على حسب المكان اللي بتروح له وعلى حسب المقعد مثل ما أنتم عارفين. بس بخصوص السيرك حاول تحجز حتى قبل السفرة لأن التذاكر تخلص بشكل سريع. وبعد السيرك بنروح إلى تلفريك كانتانايا دروغا، وهذه الكلمة أساساً في اللغة الروسية تعني كلمة تلفريك، فبنسميه تلفريك. والتلفريك في العادة تأخذه للتنقل من مكان منخفض إلى مكان مرتفع أو العكس، بس هنا وخصوصاً في الشتاء تقطع التلفريك ونهر موسكوفا متجمد بمنظر أجمل من رائع، خصوصاً مع الإطلالات الثانية والحدائق اللي موجودة جنب النهر. وإذا تبي شيء أحلى بس بيشخف كل برد، اترك التلفريك وروح للزبلاين. زبلاين اسمه سكاي بارك وهو جنب التلفريك بالضبط، وروح يا حبيبي. ويفضل حجم الموقع لأنه أرخص ب 300 أو 400 روبل. بعد الزبلاين بننتقل إلى مكان كان عروض كذا أكشن، دبابات تقلب نار، دبابات حربية وأشياء غريبة من هذا النوع. وفي عروض موسمية مختلفة، أشياء لها دخل بتكسير السيارات وأشياء لها دخل بالدبابات الحربية وغيرها من الأمور المشابهة. وبعده ننتقل إلى حديقة النصر، وتخلد ذكرى النصر للحرب العالمية الثانية من اسمها. والحديقة نفسها فيها متحف اسمه متحف النصر، واللي فيه الكثير من المعروضات التاريخية ومجموعة متنوعة من الآثار وغيرها من الأمور المتعلقة في الحرب العالمية الثانية. وفي الشتاء دائما الحديقة تتزين بالإنارات والمنحوتات الجليدية اللي تعطي فعلا تغيير مختلف وجميل. وبعد النصر بنروح إلى ملاهي ثانية اسمها فاميلي بارك سكازكا، ملاهي مقسمة ألعابها بحيث أنها تكون مكان للعائلة بشكل كامل، من الألعاب الأطفال إلى الألعاب المتوسطة إلى الألعاب الخطيرة. لكن الصدق كرأي شخصي ملاهي دريم لاند اللي تكلمنا عنها أفضل بكثير من هذه الملاهي، يعني يكفي من ناحية جمالية، من ناحية أنك تتمشى وتدور في الملاهي نفسها، وأنها تشبه بوليفارد وورد، يعني في أسباب كثيرة. وإذا أنت موضوعك عشان الألعاب الخطيرة، الملاهي ما فيها إلا لعبة أو لعبتين خطيرة والباقي تقريبا عادية. وللدخول للملاهي هذه عندهم باقات، باقة الأربع ساعات تدخل وتسوي كل شيء ب 2900 روبل أو يوم كامل ب 3900 روبل. وبعد الملاهي الثانية بنروح إلى أوستنكينو تي في تاور، بسميه برج التلفزيون، برج عالي في نص حديقة تقدر تشوف فيه المدينة من فوق بمنظر جميل، وهو يعتبر واحد من أطول الأبراج في روسيا بطول 540 متر تقريبا، وهو برج التلفزيون مثل ما قلت. فالهدف منه أساسا هو لبث الإذاعة والتلفزيون، لكن ضبطوا المظابيط الجماعة وحطوا بعض الأشياء السياحية يعطيك إطلالة بانورامية وحلوة وجميلة، زائد وجود مطعم وكافي في أعلى البرج ويعطيك إطلالة متنوعة بحيث أن الأرضية في المطعم نفسه تدور وتشوف الإطلالة عاد من جميع الاتجاهات. وبعدها ننتقل وحدة من أجمل الأماكن فعلا في موسكو، منطقة VDKNH، وهو مجمع ضخم يعرض لك الإنجازات والتراث الروسي، تأسس من عام 1939 ويتميز بإعماره العجيب والنصب التذكاري. والمنطقة هذه تعتبر من أكثر المناطق حياة في موسكو، دائما يكون فيها الكثير من السياح وكثير من الأنشطة الفرعية، كثير من الناس اللي تغني وتسوي بعض العروض في الشارع. وفي هذه المنطقة أكبر ساحة تزلج في موسكو بشكل كامل في وقت الشتاء، والأكواريوم يعتبر جنب المنطقة هذه. وبعدها ننتقل إلى آخر حديقة واللي هي حديقة النباتات الرئيسية. فرق هذه الحديقة عن غيرهم أنها مخصصة للنباتات، وهي تعتبر واحدة من أقدم الحدائق وأكبرها في أوروبا بشكل كامل، وهذا بسبب ارتباطها بأكاديمية العلوم في روسيا، وفيها الكثير من أنواع النباتات المختلفة وحتى الكثير من النباتات النادرة، لدرجة أنها صارت مقسمة على حسب أنواع النباتات اللي موجودة فيها، بحيث أنهم يستوردون أنواع نباتات مختلفة من حول العالم، حتى أنهم حطوا دفايات للنباتات نفسها عشان تعيش في هذا البلد. وبعدها ننتقل إلى باصات سايت سينج، الباصات السياحية اللي موجودة في أغلبية دول العالم، وهي خيار دائما جميل وحلو للناس اللي جاية أيام محدودة وتبغى تشوف كل شيء. ودائما تكلمنا عن الباصات، فوسيلة التنقل الثانية اللي هي المترو، ومن أجمل الأشياء في موسكو محطات المترو. المحطات دائما مزينة بالكثير من الفن الروسي الجميل، لدرجة أن كثير من السياح اعتبروا أن التنقل بالمترو بين محطات موسكو يعتبر جزء من رحلتك السياحية. يعني شوف الموضوع لأي درجة وصل. والحين نجي للتسوق، موسكو فيها الكثير من أماكن التسوق واللي تستحق الزيارة، وبحط هنا لستة ولا في الديسكريبشن لأهم أماكن التسوق في موسكو. كذا يا صديقنا خلصنا الدوائر وخلصنا أماكن التسوق، والحين نبدأ بالجد، السياحة العسكرية وأنشطة الطيران والأنشطة الثلجية وغيرها من هالأشياء. السياحة العسكرية هو شيء من أكثر الأشياء الجنونية اللي ممكن تشوفها وعند الروس، واللي هو لو تفكر فيها استغلال الأشياء العسكرية خصوصا القديمة والغير مستخدمة من ناحية سياحية، ويجيبوا من وراها دراهم مثل الأسلحة والرشاشات والدبابات والصواريخ وغيرها من الأمور.
عشان تستوعب الموضوع بس تقدر تحجز نشاط تسوق فيه دبابة حربية وتطلق فيها حتى، ومو بس كذا يخيرونك وش نوع الدبابة اللي تبيها وانت ما تدري وش الفرق بين انواع الدبابات، او يقولون لك عندنا دبابات صغيرة تقدر تلعب فيها العاب. دبابة حقيقية يقول لك تبي تلعب فيها شف لهبة طيلك يا طويل العمر. ثلاث العاب تقدرون تلعبون 4-2 ضد 2، وتقدر تلعب العاب غريبة والله ما ادري وين يبون يوصلوا لها. هذه نقطة من الهبال اللي موجود عندهم. بعدين يجيك موضوع الدبابات الحربية اللي ما فيها اي مزح، تبي دبابة T-80 ولا دبابة T-62 وانت ما تدري ايش السالفة، يقول لك يا حبيبي سوق واطلق لو تبي، ولو تبي نجيب لك سيارة وتدعسها دعس، وش ما تبي حبيبي بنسوي لك بس ادفع. بعدين تجيك الاسلحة، نص اسلحة الالعاب اللي قد لعبتها في حياتك موجودة عندهم، تبي كلاشينكوف ورشاشات، تبي سنايبرات، تبي فرد، تبي خلاطات او الرشاشات الثقيلة، يقولوا لك طلق وطيح كل اللي في راسك، ما جاز لك هذا السلاح حطه خذ الثاني، يعطونك كل شيء. وبعد ما تنهبل وتطلق بلفون عليك بيقولون خلصت، انت انهبلت شوي وقلت لا، قالوا طيب عندنا صاروخ RPG تبي تطلق، وانت تنبسط وتطلع الدراهمات تعطيهم ويعطونك صاروخ وتحطه في كتفك وتثور في العالم وتنهبل صدقات وتصفر اذنك. بعدين يجون يقولون لك خلصت ولا طاح اللي في راسك، انت بتقول قدني تعبت خلاص ما اقدر، فترجع لبيتك وتريح. هذه الانشطه العسكريه من ناحيه اسلحه. بعدين يقولون لك عندنا انشطه ثانيه ومختلفه، عندنا دبابات او باقي بس الكفرات كبيره، كفر الواحد اكبر منك، لو انك في الصيف بيقولون بتقطع بحيره بهالدباب، ولو انك في الشتاء بيقولون تمشي فوق بحيره بالجليد، تبي انت بتقول يلا تروح يا طويل العمر تاخذ لك نشاط صدق جميل، تمشى بذا الدباب او البقي وهم يسمونه هيوج ATV بين الثلوج اذا كنت في الشتاء، فعلا باوقات بتستمتع فيها بشكل مو طبيعي. وهذه الدبابات كانوا يستخدمونها من ناحيه عسكريه، فهذه الحوسه كلها جزء من الانشطه اللي موجوده في موسكو، بس الاسعار اللي بنتكلم عنها شوي مرتفعه، خصوصا قاعد اتكلم عن انشطه صدق جنونيه وما لها اي مثيل. فانا بحط في الديسكربشن روابط لكل الانشطه اللي تكلمنا عنها واللي بنتكلم عنها ان شاء الله، وتقدر تتواصل معهم بالواتساب وتاخذ الاسعار من عندهم على حسب الشيء اللي انت تبيه بالضبط، وش ما تبي، وش البكتي اللي بتاخذه، والتفاصيل هذه كامله. بس انت اذا تبي انشطه ثانيه بيقولوا لك موجود عندنا الدريفتنج وسباق السيارات، يعني المحبين السيارات هذا الموضوع صدق ما في احلى منه. يجونك يخيرونك ما بين سيارات سبورت، عندك مثلا لامبورغيني جالاردو او بورش 911 ولا اودي ار 8 او فراري بورتافينو وغيرها الكثير من السيارات، ويقولوا لك تبي مضمار سباق تتسابق فيه او تبي الدرفت بالسياره، حتى لو كان شتاء يقولوا لك تبي الدريفت بعد برضو بالسياره، واذا مره عاد انت خايف تركب مع واحد ويحوس بك حوس. كل هذا واكثر تقدر تسويه مع الروس المهبل، بس ادفع. والصدق لازم تستوعب ان النشاط هذا مو طبيعي، والسيارات مره غاليه فطبيعي بيكون سعرها مره مرتفع. وغير السيارات عندك ركوب الخيل، ركوب الخيل فعلا من اجمل الاشياء، فما بالك انه يكون في الشتاء في وقت الثلج وما حولك كله ابيض من الثلوج، من التجارب اللي فعلا مستحيل تنساها وتتمنى انها تطول وتدوم، فتجربه فعلا جميله. وما تكمل رحله وزيارتك الشتوية لموسكو إلا بالتزلج، خصوصا لما جربها تجربة ممتعة لأبعد حد. وبنفس الوقت سكينج أو تزلج في موسكو يعتبر أرخص من كثير مدن أوروبية ثانية، وأسعارها تبدأ من 1200 روبل تقريبا أو 1400 روبل للساعتين، وال1400 تساوي تقريبا 60 ريال أو 16 دولار. بنحط في الديسكريبشن إن شاء الله كامل الأماكن، وبخصوص سكينج بنحط رابط الموقعين، عاد أنت شوف وش الأفضل والأنسب والسعر المناسب بالنسبة لك وروح معه، لأن للأسف يصير فيه كثير استغلال، فحاول تنتبه من هذا الموضوع. لأن صدق جربت تواصلت مع واحد من المكاتب اللي منتشر في التيك توك وقال لي ان الاسعار تبدا من 8000 روبل يعني تقريبا 300 ريال والساعتين اصلا ب 60 ريال. وجب التنبيه يا جماعه. وبعد سكينج يا طويل العمر لازم تشوف موضوع الهاسكي وكلاب الهاسكي. عندك نوعين، يا يعني انك تكون بالعرب لحالك او يكون معك جايد او واحد يسوق بك. وعشان تكون الصوره واضحه، في اماكن كثيره توفر تجربه الهاسكي لكن اشهرهم كان الاول هاسكي بارك جنب حديقه سوكولينكي، ثاني هاسكي لاند، وبيطلع لك في جوجل ماب لو تكتب اي واحد من اسامي الاثنين على طول. الصدق بالنسبه للاسعار وخصوصا الهاسكي في اختلاف وتفارق كبير بين المكاتب والفنادق والمواقع، شيء مو طبيعي. وغير الهاسكي في غزلان الرنه زي تشوبر حق ون بيس، وفيه الخيول برضو اللي يسمونهم باسم ترويكا. وبعد كلاب الهاسكي نروح يا طويل العمر للدباب الثلجي او سنو موبيل، شيء فعلا من اجمل التجارب الثلجيه او الشتويه في الدنيا. تقدر تساجر الدباب وتفر وتدور وتمشي لين تضيع، ومن اجمل التجارب فعليا. تقدر تستاجر ساعه ولا ساعتين، لكن من ناحيه الاسعار نفس موضوع الهاسكي وغيره من الانشطه الثانيه. كذا نعتبر غطينا السياحه العسكريه وغطينا السياحة الثلجية، باقي أنشطة الطيران، أشياء غريبة برضه، هليكوبتر، سكاي دايف، هذه أشياء طبيعية عادي، فبنمشي إنه في الأشياء الغريبة حقتهم.
كل ما نتقدم في نوع التجربة ولا الطيارة أتوقع نسبة الأمان تصير غريبة ولا شيء زي كذا. فنبدأ أول شيء بالمنطاد. المنطاد فعلا تجربة جميلة ولحظاتها دائما ما تنسي، وما في أحلى مما أنك تكون في السماء وبنفس الوقت بهدوء بلا أي سرعة. أو رحلات الهليكوبتر يطول العمر، وتختلف الرحلات عاد على حسب المدة، لكن 20 دقيقة بأربعين ألف روبل تقريبا. بعدين يجيك الباراجلايدنج أو الباراشوت، وسعر الباراشوت بعشرين ألف روبل، ويقولوا لك ليش تطب باراشوت؟ خلنا يوم واحد بس نعلم كل باراشوت بخمسة وعشرين ألف روبل وانت تطب عمرك. ويسمون الشهادة على قولتهم مساعد طيار، يعني لا أنت اللي وصلت ولا أنت اللي بقيت، ما يورطوا لك الزبدة. وبعد الباراجلايدنج أو الباراشوت يجيك الطيران الشراعي أو الباورد باراشوت، زي اللي موجود عندنا ومنتشر بشكل كبير ومعروف. وبعد الطيران الشراعي يقول لك ما تركب طيارة، الطيارة اللي يركب فيها شخصين ويقعد يدور فيك ويتشقلب فيك ويرقى وينزل لين تدوخ. ويقولون لك عندنا انواع مختلفة من الطيارات وانت اختار اللي تبغاه، ما عندك اي مشكلة على اساس انك فاهم. حلوين الى الان امورنا سليمة. بعدين يجونك بطيارة اسمها جلايدر، يعني طيارة كي تحس انها بلاستيك، نفس الطيارة اللي قبل لكنها بدون المروحة اللي قدام. وشلون تطير ما ادري، بس برضو بيقعد يدور بك ويهبل فيك. ما عجبتك برضو الطيارة البلاستيك هذه، بيقولون لك عندنا شيء اسمه هانج جلايدر، والنسبة عندك تبدا ترجف، ما تدري هي طيارة ولا باراشوت ولا طيران شراعي ولا وشو بالضبط. يعني مالك الا الدعاء لانك بتحط رقبتك تحت رحمة هالطيار الروسي اللي ما يعرفك ولا تعرفه وتوك مقابله من كم ساعة ودافع له فلوس. بعدين تجيك طيارة ثانية اسمها اوتو جيرو، هذه باختصار ما ادري وش اقول، شكلها غريب والطمأنينة لا شفتها صفر، ما ادري اصلا من اللي بيقتنع وبيركب فيها. فيعني الطيارات اللي عندهم غريبة، بس هم مصرحين في موقعهم بشكل كبير كل طياراتنا سيف وآمنة. انا ما ادري شلون آمنة لكن هذا تصريحهم. فعندك كل الطيارات هذه تجربها، اذا انت ما انت واثق الطيارات هذه وتبي شيء قوي بيقولوا لك تعال، الجماعة مو مخلينك، بيقولوا لك عندنا طيارات حربية. عندهم طيارتين حربية، واحدة L39 وواحدة L29، على اساس اني اعرف وش فرق بينهم. بس انهم بيركبونك طيارة حربية بس بيتأكدون منك من ناحية صحية كذا، ان امورك طيبة ما تطيح ولا يغمى عليك في الطيارة، وبيقولوا لك اركب هالطيارة الحربية، وبيبدأ بيتشقلب فيك بسرعة جنونية ويسوي محاكاة انه قاعد ينحاش من طائرة عدو، وان العدو طالقين عليه صاروخ وانت راكب معه وهو قاعد ينحاش. اقعد في الارض. فهم خيرينك، الطيران الطبيعي ولا الباراشوت ولا الطيران الغريب والطيارات اللي أول مرة تشوفها ولا حتى الطيارات الحربية، كل الخيارات موجودة. كل رابط الطيارات هذه بحطها إن شاء الله في الديسكريبشن، وأسعارها تقريبا كلها متقاربة، لكن بحطها في الديسكريبشن لأني صعب جدا أتكلم عن أسعار كل واحدة فيهم. أنت الحين خلصت من الطيارات الغريبة والطيارة الحربية والباراشوت، لو تقول الحين وش باقي، بقولك باقي الفضاء، وهذا اللي موجود مع زيرو جرافيتي. هم مو مودينك الفضاء بس بيعطونك محاكاة صدقية للفضاء. زيرو جرافيتي هذه فكرتها انها تكون في طيارات مخصصة لهذه الطريقة او لهذه الرحلة، يطلعون بك بطريقة معينة وتصير فيها اقلاع معين وهبوط معين، بحيث انه يكون داخل الطيارة في انعدام للجاذبية بشكل كامل، تطمن من تطالع برا الغلاف الجوي بس الجاذبية بتروح. وبيودونك المراحل ان الجاذبية تصير صفر فاصلة شيء معين مثل بعض الكواكب او بعض القمر، بعدين بتصير الجاذبية صفر، تقدر تتشقلب وتقدر تدور وتسوي اللي تسوي وتسوي بشب بيد واحدة وامورك طيبة كلها. والصدق لو تخيل الموضوع، لو تعيش لحظة من الزمن بانعدام جاذبية، هذه شيء صدق 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 ما هو طبيعي. لكن انك تعيش بلا جاذبية لا تكلفة عالية 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 جدا. سعر للزيرو جرافيتي او انعدام الجاذبية هو 5500 دولار، 20,000 ريال سعودي، سعر تكلفة رحلة كاملة. الله يرزقنا ويرزقك يا رب، يرزق الجميع. لا بس صدق هاي تجربة موجودة عندهم وموجودة في دول ثانية كثيرة، موجودة في فرنسا وموجودة في بعض الدول الثانية، لكن يستخدمونها كاختبارات، يستخدمونها كشركات. اما من ناحية سياحية صراحة اول مرة اشوفها في موسكو وفي روسيا. والسعر هذا طبيعي جدا لانهم بيطيرون طيارة معينة بس عشانك يطول العمر عشان تحس بدون جاذبية. كذا خلصنا يا طويل العمر أنشطة الطيران، بس باقي ذا الدب الغثيث. الدب توم يعتبر أشهر دب في روسيا بشكل كامل، إما كان أشهر دب في العالم، لأنك تقدر تلعب معه ولأن جدوله أزهم مني ومنك ومن أغلبية البشر. فكرة أنك تقعد عند الدب اللي مستولفينه عشان تلعب معه نص ساعة ولا ساعة، لكن الدب مشغول، الزوار واجد والسياح واجد لدرجة أنه ارتفع سعره بشكل فلكي ومو طبيعي. تواصلت معهم في بداية يناير وقلت لهم أبي أحجز موعد مع طويل العمر الدب حقكم. قالوا لي الدب حقنا نعتذر منك مشغول الى نص او بداية شهر ابريل شهر 4، اذا تبغى تحجز لك نص ساعة ولا ساعة مع طويل العمر ما في اقرب موعد في ابريل. الموضوع جد ما هو بمزح يا جماعة، فاللي مخطط يشوف الدب توم
لازم يحجز الموضوع من بدري مرة ويحط في باله هذا الموضوع. وللأسف جت كثير مكاتب وشركات سياحية تدخل في هذا الموضوع ويرتفع سعره أكثر بسبب أن جدوله مزدحم. الدب ما صار يرقد ولا عاد صار يسوي شيء لأن يشوف ذا البشر، والبشر مشغلين وما خلوه وصار يتزاودون عليه ويرفعون عليه الدراهم وارتفع سعر الدب مرة. وفي برضو مشتهر النمر السيبيري، لكن الدب مشهور أكثر منه. مولفين النمر وتقدر تسمعه أبو نص ساعة وساعة ونفس الموضوع بالضبط. كذا خلصنا الأنشطة يا طويل العمر، والحين بنتكلم عن ما في ضواحي موسكو. أكثر شيء مشهور قريب من موسكو شيء يسمونه الجولدن رينج، وهو عبارة عن مسار مشهور جدا دائري يمر على الأقل على 8 مدن صغيرة أو قرى روسية، تعطيك فكرة وانطباع أكثر عن المدن الروسية. وصعب جدا تحصل على مسار مشابه للجولدن رينج، يمر على هذا الفن الكبير من الإعمار المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وأجملهم كرأي شخصي اللي هم فلاديمير وسوزدال، وهذه القريتين تعتبر قريبة من بعض ويبعدون عن موسكو تقريبا ساعتين بالسيارة أو القطار. وفي بعد سيرجيف بوساد إذا نطقت اسمها صح، واللي تعتبر أقربهم لموسكو إذا حبها رحلة يوم واحد. وأخيرا ما ننسى الأكواخ اللي تقدر تسكن فيها في الأرياف المقاربة لموسكو، وصد كثير من الناس تحبها من ناحية شتوية من ناحية الثلوج أكثر منها الناحية صيفية. تجربة تستحق على الأقل أنك تعطيها يومين أو يوم، تعزل نفسك بشكل كامل في كوخ ما في أجمل منه وما حواليك إلا الثلج بعزلة جميلة وحلوة. بحط هنا اسم كوخين، وتقدر برضو من موقع اسمه زين أوتيلز تحجز وتلقى الكثير من الأكواخ وحتى الفنادق في موسكو وغيرها من المدن الروسية. كذا غطينا الأماكن والمناطق طويل العمر وحتى الأنشطة في موسكو، لكن المعلومات العامة في موسكو أعتقد ما في أهم منها. أول شيء من ناحية مدينة، موسكو تعتبر فعليا نظيفة مقارنة بكثير مدن أوروبية ثانية. يعني أول شيء يمكن تلاحظه على طول من ناحية الهوملس، أوروبا للأسف كثير مليانة لكن موسكو ما راح تلاحظ هذا الشيء بشكل ملحوظ، يعني أنت بتلاحظ أنهم مو موجودين. والشعب راقي ومحترم ومرحب للناس بشكل كبير، لكن للأسف اللغة بتكون عائق أو شيء صعب. في البعض منهم يتكلم الإنجليزي، لكن في الكثير للأسف ما يتكلمون اللغة الإنجليزية، فلازم ترجمة تحل لك الموضوع. ويمكن شيء انتبهت لو أنا أتكلم على الأماكن، أغلبية المحلات ويوم هم ما تبدأ من بدري مرة وتسكر بدري، بعضها أساسا ما يفتح للساعة 12 الظهر، تكون حية إلى وقت متأخر، وهذه ميزة للناس اللي تحب ترقد ولا تقوم إلا متأخر وقت السفر. بالنسبة للفيزا، روسيا ميزتها أن التأشيرة حقتها ما تحتاج لا موعد ولا تبصيم ولا زيارات ولا أي شيء ثاني، تقدر تطلعها أبد في 15 دقائق تقريبا وانت خالص برسوم 52 دولار، وبرضه بحط موقع التأشيرة في الديسكريبشن. من ناحية رخص، طبعا روسيا تعتبر رخيصة مرة مقارنة بأوروبا، يعني لو بتقارنها يمكن شوي حتى أرخص من تركيا. ومن ناحية أهم نقطة اللي هو موضوع الدراهم، مثل ما الأغلبية عارفين الفيزا والماستر كارد ما تشتغل للأسف، فأنت عندك واحد من الثلاث خيارات. الخيار الأول أنك تمشي بالكاش يا حبيبنا، تأخذ معك دولارات أو يورو، وأول ما توصل المطار تصرف مبلغ قليل بس اللي يوصلك للفندق، وباقي المبلغ تصرفه داخل المدينة، ومدفوعاتك وطريقة الدفع بشكل كامل كلها تصير عن طريق الكاش. الطريقة الثانية نفس الطريقة الأولى، لكنك تفتح لك حساب روسي ومسموح لك فقط ب$10,000 للشخص الواحد. طبعا بدل ما تكنت تمشي بالكاش وتتقروش من هذا الموضوع، أنك تودع فلوس أكيد أريح وأفضل من نواحي كثيرة. الطريقة الثالثة لكنها متعبة نوعا ما وغير مضمونة بشكل كبير، واللي هو بطاقات البنوك اللي تدعم يونيون باي. حاليا في بعض البنوك عندها بطاقات تدعم اليونيون باي في السعودية وحتى في الإمارات، لكن للأسف يونيون باي بعض المحلات تدعمه في روسيا ما هو بكل المحلات، زي مثلا عندنا بعض المحلات ما تقبل فيزا أو الماستر كارد، فتخيل إنك تدخل هناك وبتتورط. لكنها تعتبر حل عشان تسحب فلوس وتحل لك موضوع جدا مهم لو احتجت لا سمح الله فلوس وما معك كاش. هذه الميزة الكبيرة بالنسبة لهذه البطاقة. في وسائل النقل يا صديقنا، التاكسي رخيص جدا وتقدر تعتمد عليه. طبعا مو بالتاكسي نفسه، عندك برنامج اسمه يانديكس جو تقدر تستخدمه مثل اوبر وتعتمد عليه اعتماد كلي. زائد المترو من ناحية تجربة وبنفس الوقت تقدر تستخدمه كوسيلة تواصل. اما من ناحية مدة، موسكو فعلا كبيرة، في مناطق كثيرة ما قدرنا نغطيها لان الفيديو اساسا بيصير طويل، يعني مديك تجلس فيها اسابيع ومو مديك تغطي كل الاماكن، لكن يعتمد بشكل رئيسي على الاماكن اللي انت بتروح لها بالذات والانشطة اللي بتسويها، وخصوصا الانشطة لان اغلبية الانشطة تاخذ تقريبا نص يوم او يوم، يعني ما يمديك تسوي النشاط الا بترجع ترتاح، فيعتبر تقريبا راح عليك يوم كامل، فعشان كذا يعتمد انت وين تبي تروح بالضبط. كمناطق رئيسيه بقدر اقول لك 5 ايام يغطي الموضوع بشكل كامل. خط سير مناسب مع موسكو وين تروح بعدها، الجولدن رينج او الدائره اللي تكلمنا عنها قبل شوي، وعندك مدينه ما في اجمل منها سانت بيترسبيرغ او بالعربي سانت بطرسبرغ، ومثل ما يسمونها مدينه الفخامه، وان شاء الله بنتكلم عنها في الفيديو الجاي. وفي ناس برضو كانت تربط موسكو مع اوكرانيا، لكن بعد سالفه الحرب والمشاكل هذه ما تقدر تربط هذا الموضوع. وفي ناس كانت
تروح لهلسنكي في فنلندا وتمتد الى فنلندا او حتى تدخل اوروبا، لكن هذا الموضوع شوي صعب حاليا. بالنسبه للاجواء لازم تحط في بالك البرد ما فيه اي مزح، درجات الحراره مثلا في يناير الى سالب 20 وسالب 25، لازم تسوي لك تدابير خاصه لهذا البرد وكيف تتعامل معه، ولا صراحه بتموت وبتكره سفرتك وبتدور اي مكان داخلي عشان تقعد فيه، كره دنياك من كثر ما تتجمد وحتى الصفله دمك بتجمد. لبس المليون طبقه ما ينفع، بيحل لك الموضوع بشكل مؤقت بدون تتورط، فلازم تلبس اللبس المخصص انه يتحمل درجات الحراره هذه. واشهر شركات معروفه اللي هو نورث فيس، كولومبيا ويونيكلو. اما من ناحيه الصيف، درجات الحراره في اقصى الصيف توصل الى 20-24 تقريبا، وهذا الكلام في شهر جولاي 7 و8 اغسطس. لكن موسكو لها طعم جدا مختلف وجدا جميل في الشتاء، خصوصا في نهايه ديسمبر بحكم انه يتغير ثيم المدينه بشكل كامل مع راس السنه والفعاليات اللي تصير في وقتها. اما بالنسبه للاكل، فالمطاعم هناك مشابهه بشكل كثير للندن، لازم تحجز، لازم تضبط امورك، والمطاعم هناك في الكثير من المطاعم الراقيه وكثير من المطاعم اللذيذه والجميله، فالخيارات في الغالب عندك من ناحيه اكل مفتوحه وكبيره. طريقه الحجز عاد يا طويل العمر، يا يعني انك تكلم الفندق يحجزون لك، او تتواصل معهم عن طريق الواتساب، او حتى عاد اذا تورطت مره تكلمهم بالجوال تجيب لك مترجم ولا تشوف لك حل. عاد الزبده يعني بيمديك تدبر امورك، بس حط في بالك انه لازم حجز. وبنضيف قائمه برضو للمطاعم في الديسكربشن ممكن تساعدك او تفيدك. وعلى طاري المطاعم، وخصوصا في وقت الشتاء، كثير من المطاعم يجبرونك تفسخ الجاكيت الخارجي اذا دخلت المطعم، فلبس 70,000 طبقه ما راح يكون هو الحل، لانه اصلا مو مديك تلبس الجاكيت، وحتى لو فسخت الجاكيت اصلا بتبلش بعمرك وبتحتر، لان جوا بيكون مكان شوي دافي. وبالنسبه لاخواتنا هذه نقطه جدا مهمه، بحيث يكون في شيء ساتر تحت الجاكيت. اشياء لازم تحطها في بالك يا طويل العمر، ابل باي وجوجل باي انت عارف انها ما تشتغل ولازم تحطها في بالك، نتفليكس يقال انه ما يشتغل، التيك توك يقلب روسي وما عاد يجيك الا الاشياء الروسيه فمن تم استخدم، انستغرام لو شريحتك روسيه او شريت شريحه من روسيا ما راح يشتغل عندك، فيفضل انك تفعل التجوال من شريحتك الاساسيه ولا تشغل في بي ان. بوكينج واير بي ام بي طبيعي ما تشتغل للاسف، واغلبيه محركات البحث للطيران مثل سكاي سكانر وغيرها من المواقع الثانيه. برامج بتهمك، اول برنامج يندكس جو اللي تكلمنا عنه واللي هو البديل لاوبر، بعدين عندك يندكس ماب للخرائط، وعندك استروفوك وزين اوتيلز للفنادق، ويندكس ايت لتوصيل الاكل والطلبات، ويندكس مترو للمترو، وعندك راس باس اللي هو برنامج السياحه الروسي، تقدر تستخدمه تشوف في بعض الانشطه، بعض الاماكن، وبعض الاكتيفيتيز. بالنسبه للفنادق بنحاول نضيف لك في الديسكربشن بعض الفنادق اللي يمكن تساعدك في اختيار الفندق. ولا هنا يا صديقنا وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله نكون غطينا كل شيء من ناحية اماكن ومعلومات. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تضغط زر اللايك وتشترك معنا في القناة اذا باقي ما اشتركت، وترسل الفيديو هذا لاي واحد ناوي يزور موسكو او حتى روسيا، وتكتب لنا في التعليقات رايك عن موسكو. والله يعطيكم العافية ويكثر دراهمكم وسفراتكم ويحقق امانيكم، وشكرا لوقتكم.